تيقول المثل الشعبي الى طحت البقرة كيكترو جناوة، وهذا الشيء اللي وقع هذه الايام بعد الحادثة ديال المقتل ديال الحاج عياد الجوهري بدوار عيد الزي بجامعة القفيفات. فكنا كنعرفوا الاشاعات اللي تلقات على هذه الحادثة هذه واللي كثرت خصوصا في العالم الازرق ديال الفيسبوك، واللي ولينا كنسمعوا اشاعات ديال انه هذا المقتل راه عنده شي علاقة عائلية باجل الميرات. ولكن اليوم حنا جينا في سوس 24 نقلنا لهذه المنطقة باش نتلاقاو مع الشاهد العيال اللي كان حاضر في الواقعة باش نوضعوا حد لهذه الإشاعات وكل هذا الكذب وكل ما يروج حول هذه الحادثة. معنا السي سعيد اللي هو كان حاضر لهذه الواقعة. السي سعيد، أول حاجة بعدا نعرفوا هذه الخدامة هادو إمتى جاو لعند الحاج، إمتى جابهم الحاج؟ جابهم من نهار الخميس مع 12. لا بلا، شنو غيديروا هذه الخدامة هادو؟ بغا يقلعوا يد الجان. سكنهم اللي حطهم من طوموبيل ديالي قال لي تهلا في هاد الناس. نعم. نهار السبت مع الصباح مشيت لهذوك الناس نوضتهم، قلت ليه نوضوا تفطروا الا بغيت تزيدوا الاعمال. قالوا لي ياسير الا عندك شي شغل. الحاج من اللي هضر معايا مع الثمانية قال لي كي داير هذوك الناس، قلت ليه الناس هما في الكاشة القضية عادية ما خارجين للخدمة ما جايينش عندي. ملي دخل السيد مع تسعود داز عندهم في المحل ديالهم، لقى واحد الشخص نعس قال ليه نوضع فيك تخدم، راه جبناك تخدم ماشي تنعس، تقضي الغرض الرسك وتقضيها لينا حتى هنا. حنا ملي السيد حزر فيه حتى عيا شداهم الكتاب وكيحزر فيه خرجوه به برا، ناض الشخص هز العصا كيضرب فيه. الاخر جاي من برا لقاهم فاتنين هو وخوه. الشخص هنا كتقصد واحد من هذوك جوج الخدام، من هذوك الخوت، هذوك جوج إيه من هذوك الخدامه. خو هذاك السيد اللي ضرب معه في الاول من اللي كيحزر فيه يمشي للخدمه، ناض هز العصا من الرق وضرب الحاج. وجا الشخص اخر خو هذاك هز العصا من واحد الركنة، جا الحاج ضربوه وقال الحاج وسعيد وسعيد. ملي جابتني الدورة تاع الدار بغا ندخل قالوا لي جابك الله وقعد تما حتى نسالي مع السيد. ملي سالوا مع السيد خذوا الفلوس وهرسوا الطوموبيل وقالوا لي نعس على كرشك. ملي نعست انايا على كرشي جابوا واحد الصمطة تاع البينوار وكتفوني به اليد، وجابوا الخيط باش كيكرو ماطيشا كتفو بهم ليا رجلين وفيه الرخية. سكت انايا بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة، قلت هاد الناس بغا يمشي بحالهم، وطلقت الغواط ما كاين اللي يعتقن. وزدت انايا حركت الرجلين مشات الرخية تحلات ونط انا تكيت على الحيط حتى طلعت، وبديت انايا بالغوات حتى شت انايا الراجل، واحد الراجل كيبان ليا بين جوج كتار، بين انا وياه جوج كتار، كان بالرحالي كنقول ليه عاتق الروح جاي عندي حل ليا. جينا عند الشخص خرج الروح تاعو. إذا كما كتشاهدوا أعزائي المتابعين أن هذه هي الأحداث، هذا الشيء اللي يوقع بالضبط. إذا الحاج عياد هذا راه معروف بالسمعة ديالو في السوق، معروف يعني سولنا عليه مجموعة ديال الفلاحة، مجموعة ديال الناس اللي كيعرفوه، فهو من الناس الطيبين. ف كنتمناو ليه الرحمة، كنتمنسأو ليه الله سبحانه وتعالى أنه يرحمه ويغفر ليه. وهاد الناس هادو الله يهديهم، راهم دابا في يد القضاء باش يقول الكلمة ديالو في حقهم. وحنا اللي كنتمناو انهم الناس ديال هوار الله يجازيكم بخير احتراما لهذا السيد هذا، اذكروا امواتكم بخير احتراما له واحتراما للابناء ديالو والسمعه ديال الجوهري اللي معروفه في ولاد تيمه، فما تبقاوش تقولوا الكلام اللي هو ما كاين. وشكرا لكم.